جماعة هذا مطار سنغافورة، المطار الحائز على المركز الأول 7 سنوات على التوالي. طبعا قبل أسبوع فتح في مبنى يسموه مبنى الجوهرة، هو أكبر، يعتبر أكبر مركز تجاري في المطار، وفي أيضا أكبر شلال في العالم تحت سقف المطارات. هذا مطارهم بروحة سياحة، المطار بس، ما بالك عجم تطلع في البلد، مو الخضرة مو شيء.